هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطر؟ شغل السين والجيم والاسئله الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيره وصغيره عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحه فين وجايه منين؟ ابقى انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه معليش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبتي من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطر، بقولك ايه، ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك هدف. دولاب؟ وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده، اصبر شويه. ايه هو؟ اصل انا يا حبيبي فكرت، لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطره ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. دي رمانة، احنا مش هنخلص من الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب، ملهاش ولا اثر، وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استاذن معاليك، بوسي السد. ارد؟ لا، خلي السكرتيره ترد. الو، يا بوسي. يا روح. ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله، الله يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيليب، ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومه عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها. ما تكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخص على الحكومه، هم مش عارفين هي شغاله مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا، اتفضل. ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش، قلت اسأل انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها والحوارات اياها دي. والكلام كله بتاخد منه ملاليم، وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. انت عارف يعني، اصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعها يا فندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في غدران. اتغيرت قوي يا فنجي. بص عليك يا بنت، اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مساميه. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاكره، هتتخلع في ايدك. وش يا بنت، يلا روحي وضبي القعده.
بتقوله سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصلي ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وشي بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه عن اللي حصل من خاله بدران؟ وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. قمصان نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيح لي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحه بقى انا اللي شايف انك مكبر دماغك حبتين وتلاته لحد ما هتلبسنا في حيطه. يا واد اتعلم اتعلم بقى. انا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومه تسليم اهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟ انما انا لما حسيت منها بحاجه غريبه اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت امها. استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. معقول معلم ابو سنة يعمل كده؟ والسوق كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سألتني سمعت حاجة ولا لأ؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجة. وحصل منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا بدران. عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفة ايه؟ المهم انا عارفها كويس. اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي مالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايزه. وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مكدرك على الاخر. مش حكايه الخيال بس اللي مكدراني. في حاجه تانيه؟ خير. مالها ليه مالها؟